وصفتنا النهاردة تحفة، وصفتنا جبارة، وصفتنا نتائجها في خلال دقايق معدودة هتشلك التجاعيد. لو عندك مناسبة وعايزة التجاعيد تختفي عليكي وعلى الوصفة السريعة اللي هتخلي بشرتك بأسرع مما تتخيلي بيضة ناعمة بدون تجاعيد وبدون خطوط وبدون سواد للأبد، جربيها مرة واحدة في العمر هتلاقي منها نتائج هايلة، هتغير بشرتك وهتخليها شابة ونضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة حبايبي جايبة لكم وصفة حلوة جدا بحبة جبارة من اسرع الطرق لشد التجاعيد، الطرق اللي هي بتدي نتائج من اول مرة، بتشد التجاعيد وبتفتح البشرة وبتشيل كرمشة وغطوط الوجه وكمان بتدي تفتيح ونضارة رهيبة للبشرة. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. واول مكون معايا في الوصفة بتاعتي وهو الحبوب الرهيبة اللي ليها الفوائد الهائلة واثبتت علميا ان هي من اسرع الطرق لشد التجاعيد وشد الخطوط، وهي حبوب لبان الدكر. لبان الدكر من الحاجات الرهيبة اللي بتفتح بدرجة عالية وبتشد اعمق التجاعيد. هبدأ اخد من حبوب لبان الدكر معلقة كبيرة بالشكل ده وحطها عندي في الطبق بتاعي. بعد ما هاخد حبات لبان الدكر بتاعتي واحطها بالشكل ده، هبدأ ان انا انزل عليهم بكام فص من المكون ده. ده بيسلخ السواد وبيسلخ التجاعيد وكمان بيشيل الخطوط، وهو الكنز الرباني العظيم ده هو القرنفل. هبدأ اخد حوالي 5 6 حبات كده من القرنفل واحطهم عندي زي ما انتم شايفين كده مع البان الدكر. بعد ما حطينا القرنفل مع لبان الدكر بالشكل ده، هبدأ ان انا انزل عليهم لبان الدكر مع القرنفل، هبدأ انزل عليهم بفنجان من المية، فنجان من المية العادية خالص اللي هي من الحنفية، مش سخنة ولا مغلية ولا حاجة. هتبدأي تاخدي لبان الدكر وكمان معاها 5 فصوص القرنفل او 10 فصوص القرنفل على قد ما تحطي عادي، وهتبدأي ان انتي تغليهم على النار غلوتين وهتقفلي النار على طول. تمام، هغليهم وهرجع لكم تاني حبايبي. بصوا حبايب قلبي، بعد ما غلينا لبان الدكر مع القرنفل بقت المية بتاعته بيضة، هي ما خدتش دقيقة بالظبط، غلت غلوتين وبعدين قفلت النار على طول لان انا محتاجة المية بتاعت القرنفل وكمان لبان الدكر. هتبدأي ان انت تاخدي المصفى بتاعتك وتبدأي ان انت تصفي المية دي، ومش محتاجين التفل ده خلاص، احنا مش محتاجينه خالص، احنا خدنا المستخلص بتاع المكونات بتاعتي، بقى عندنا مية لبان الدكر. دي اسهل طريقة، انت ممكن كمان تنقعيهم، يعني تنقعيهم من بالليل للصبح في مية مغلية، بس الاسرع ليكي ان انت تغليهم علشان تنجزي مع نفسك وتعملي الطريقة بتاعتك بسرعة. تمام، بعد كده بعد ما خدنا المية البيضة السحرية دي، هنبدأ ان احنا ننزل عليها بمعلقة واحدة بس من النشا او الكورن فلاور، وهتبدأي تدوبي النشا مع المية بتاعتك، مية لبان الدكر وكمان القرنفل، وهنبدأ نقلبهم كويس قوي. الوصفة دي نتائجها بجد تحفة تحفة حرفيا، هتجربيها بنفسك وهتتأكدي من نتائجها الهائلة. هتبدأي ان انت بقى حبيبة قلبي تجيبي الشابة من عند العطار، ولو مش متوفر مش مشكلة ما تحطيهاش، بس الافضل انك تحطيه عشان الوصفة تبقى اقوى، كل ما هتبقى اقوى ويعني هتكون احسن ليكي. هتجيبي الشابة من عند العطار، يا اما مطحونة يا اما احجار وتطحنيها انت، وهتبدأي انك تحطي بطرف المعلقة كده يعني ربع معلقة صغيرة من الشابة المطحونة، وهتبدأي تحطيها لان الشابة من الحاجات الحلوة جدا لشد الوجه. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا جدا المكونات بتاعتي لحد ما تتجانس وتبقى زي ما انت شايفة كده، المية بتاعتها بيضة خالص خالص.
هتبدأي بقى ترجعي تاني ترفعي مكوناتك على النار، بس المرة دي بقى على نار هادية مع التقليب. أول ما هترفعيها على النار مع التقليب المستمر هتبدأ إن هي تتقل معاكي وتديكي قوام كريمي، ده اللي احنا محتاجينه. هبدأ أرفعها على النار وأوريكم شكلها، أهم حاجة بس ما تخليهاش تتحرق منك، علشان كده بقولك خليها على نار هادية أفضل. بصوا حبايب قلبي، القوام معايا بقى كريمي خالص أهو، والمكونات بتاعتي تجانست وبقى اقوى كريم ممكن تشوفيه في حياتك لشد التجاعيد وشد الوجه. بس ملحوظة، الكريم ده بيعمل على شد الوجه بشكل رهيب، بيشد الوجه جدا، فبالتالي بيبدأ ان هو يعمل شوية جفاف في البشرة، فاحنا مش عايزين الجفاف ده يحصل، احنا عايزين شد تفتيح ازالة للكرمشة، وفي نفس الوقت مش عايزين يبقى فيه جفاف او يبقى فيه خشونة في البشرة، عايزين يبقى فيه ترطيب. فهنبدأ نحط حاجتين، والحاجتين دول هيعملوا على زيادة التفتيح وهيعملوا على النعومة والترطيب. وهو اول زيت معايا دلوقتي وهو الزيت الرهيب ده، هجيبيه من عند العطار، سعره رخيص بس بيفتح وكمان بيرطب بدرجة عالية، بيدي كمان درجة تفتيح عالية جدا جدا، وكمان هيخلي الوصفة تبقى زيادة قوي في التفتيح وتبقى حلوة جدا جدا الوصفة معاكي. وهو زيت الورد، هتجيبيه من عند العطار. هتبدأي تاخدي معلقة من زيت الورد، وكمان ريحته حلوة جدا جدا، وهتبدأي تقلبيها بالشكل ده كده مع الكريم بتاعك. كريم غاية في الجمال. بعد كده هتبدأي ان انتي كمان تحطي معلقة من زيت جونسون، وممكن تستبدليه بزيت اللوز او زيت جوز الهند او زيت الزيتون. وهنبدأ برضو نقلب مكوناتنا كويس جدا مع بعض بالشكل ده. الكريم ده ما بيفسدش معاكي، بيقعد معاكي اكتر من اسبوع، بس بيتحط في علبة مغلقة في التلاجة. هتبدأي ان انتي تاخدي الكريم الرهيب بتاعك ده وهتدهنيه على التجاعيد وعلى الاماكن اللي فيها خطوط وحول العينين، بيتحط تحت العينين عادي جدا بامان، ملهوش اي اضرار تحت العينين او حول العينين. وبتبدأي ان انتي تدهنيه وتوزعيه على الوجه وعلى الرقبة وحوالين العينين، وممكن كمان تحطيه في ايديكي لو عندك تجاعيد في ايديكي. وهتبدأي انك تسيبي الكريم الرهيب ده على البشرة لمدة 30 دقيقة كاملة، ويفضل انك تستخدميه ليلا علشان بشرتك ما تتعرضش للأتربة وانت حاطة الماسك، او بعد كده بشرتك تتضرر. انا عايزاكي تحطيه وبعد ما تخلصي تغسلي وشك وتنامي عشان بشرتك تبقى مستفادة بنسبة 101%. بعد كده هنبدأ نغسل بشرتنا كويس جدا بأي غسول مناسب ليها، وهنبدأ ان احنا ننام. هنستخدمه ككورس كامل لمدة اسبوع بشكل يومي، هتلاقي في الاسبوع ده التجاعيد اتشالت، ومن اول مرة هتلاقي فيه تفتيح وفيه نضارة رهيبة للبشرة. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم.